ولقاءات خاوية كما كنقولوا، أما اللقاءات بحال هذه اللي خصها تستثمر في المدينة ويعرفوها الناس ديال البلاد، وحنا يعني المؤهلات اللي كان الأستاذ السلوي مهمة في المنطقة ديال العريش وما كنستفدوش منها. فهي من الأطر العليا اللي كتهتم بهذا المجال هذا. أنا عندنا واحد إنسان اللي مهتم بالبيئة هو الدكتور سينان اللي كان عنده واحد الأندية كبيرة في المدينة هذه على هاد القضية ديال البيئة. أما الجهات الأخرى ما كتهتمش بهذه المسائل النهائية، وباش نعطيو هذا الملتقى واحد القوة خصنا نخرجوا لعند الناس. يعني مثلا غير هذه القضية ديال كنا كنعرفوا الناس اللي عايش مثلا أي واحد بسيط، يعني الناس النساء ديال المنطقة كان كيجيو بول خضرة إيكولوجية يعني بيو. اليوم لا ولاو تا هما كيجيو كيديو الأدوية وكيديو لي زونغري وهداك الشيء باش كيخدمو بها باش ينتجو. يعني سؤال كيفاش هو هاد كيفاش غنستثمرو هاد المؤهلات وشكون المسؤول عليها؟ شكرا